بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا لو في الطاج دي سينيور. لو في الطاج دي سينيور واش كنديروا؟ كنديروا بالكونداساتور. عندنا هنا ان ترانسفورماتور 5 230 فولت كيخرج 5 فولت ترانسفورماتور. عندنا لي 4 ديود. عندنا البلس. عندنا البلس هو مشى للكونداساتور والموان من هنا مشى للكونداساتور. هذه كنديروها في لو في الطاج دي سينيور. مثلا هنا اش قال لك؟ لو ترانسفورماتور 100 فولت ينيت لو كورون كينقص من لو كورون طون المحول لو بون دو ديود بوغ غادريسي لو سينيال. بون دو ديود اللي شفنا كي غادريسي لو سينيال. لو كونداساتور بور فيلتري لو سينيال. كونداساتور كتفيلتري سينيال. بون دو ديود كي غادريسي لو سينيال. لو ترانسفورماتور ينيت لو كورون دي لو كورون كينقص من الكورون. لو كونداساتور دو فيلتراج il doit être polarisé. Le condensateur هادي خاصها تكون فيها موان بليس بولاريزي. هادي كونداساتور son rôle quand le signal rôle ديالها quand le signal est en haut signal اللي كان طالع بحال هكا. le condensateur est chargé. condensateur charge مشارجة مشارجة. quand le signal se met à descendre ملي كيبدا السينيال كيبدا يهبط بحال هكا أو كيبدا يهبط بحال هكا. كون لو سينيال سميت أديسوندر ملي كيهبط السينيال لو سينيال دو كونداساتور فا دوني لو كورون. كتبدا هي تعطي الكورون قديم من هي كتعطي الكورون. أو سيركوي كتعطي الكورون. علاش لهاد السيركوي هذا؟ يكون لو كونداساتور سو ديشارج ملي كتقرب ديشارج بحال هكا لو كورون دي سينيال كي فيان دي 4 ديود. هذاك الكورون كيجي من 4 ديود هذا بحال هكا فا او كونداساتور. كيمشي لاش؟ كيمشي للكونداساتور هنايا. هاي كونداساتور ياك يل فا دوني ان بو دو كورون. لو كورون كونتين كيولي عطيها واحد الكورون التيار مستمر ماشي عطيها كيولي ان كورون كونتيني. دونك انت ها الموان ديال الكونداساتور هنا ها لي 4 ديود ها البليس في الكونداساتور. هاي بحال دابا هنا بارتي الكحلايا زيرو الكحلايا هي هادي شتيها زيرو ميكرو فارد. يعني بأن هنا الكورون ديشارجي ولكن في السي 100 ميكرو فارد. هنا كيهبط وكيطلع السي هادي هنا كيطلع كيهبط كيطلع شوية كيهبط كيطلع. هنا سي كاباسيتي دو 220 ميكرو فاراد. هنا هاد الفوقانية هادي هنا كيولي ملي ملي كيجي الضو من هاد الديود هادي هنا ومن هنا الكاتر ديود كيولي كونتيني بحال هكا. فهمت؟ فيه 220 ميكرو فاراد كاباسيتي 220 فاراد. دون هنا درس مفهوم. هنا كنا كما قلنا كونداساتور كيكون فيها زيرو فولت يعني غادا خدم غادا ديشارجا شي شويه كاباسيتي ديالها كتولي 100 ميكرو فاراد اللي هي الحمراء هادي هي كتطلع عاوتاني كتشارجا كترجع عاوتاني ديشارجا عاوتاني كتشارجا كتعاوتاني كتهبط عاوتاني كتشارجا كتشارجا. وهنا فملي كيجيها عاوتاني الكورون من 4 ديود هاهو لو كورون كيجي من 4 ديود هاي البليس هادي 4 ديود هي الكورون من هنا هادي ها لو هنا. هنا فاش كتولي؟ كتولي ان كورون كونتيني هايا قادة 220 ميكرو فاراد. تولي ديرها فوقا بالخضر. دونك هذا هو الدور ديال لو كونداساتور 4 ديود ترانسفورماتور. فهمنا الدرس هذا. السلام.